شفت افكارك ودتنا فين؟ مالها افكاري؟ حطتنا تحت العين وعين الحكومه مالهاش اخر. كويس عشان يحسوا بوجودنا. يا راجل اذا كانوا هم اللي فتح لنا الباب على الاخر، اذا كانوا هم اللي ادونا اللجام، نقوم احنا نركب الحصان بالعكس ونحط اللجام حوالين رقبتنا ليه؟ انت مش فاهم حاجه. فهمني يا فصيح. ما انت لما تشتغل بشروطهم يبقوا بيستخدموك. اما يستخدموني اذا كان استخدامهم ليا ده هيقطع لسان ودراع الشيوعيين الكفره ما يستخدموني. اذا كان ده اللي هيخلينا نعرف نساعد زملائنا من الطلبه المساكين يستخدمونا يا اخي. يا ابراهيم احنا نصنا بيتحقق معاه والنص التاني في المستشفيات، وانا وحضرتك بنتخانق مع بعض. هما بعتوا لك في امن الدوله ليه؟ عشان اخرجكم. باعتبارك مين؟ باعتبار الواجهه اللي انتوا بتداروا فيها، او باعتبار الراجل اللي بيحاول يحافظ على اسم الجماعه في كل جامعات مصر، او بصفتي اجبركم. ايوه بس انت المفروض. لا دام. ايوه بس أدام. طب وليه انت يا غالي، ايه رايك؟ اللي انت تؤمر بيه اعتبره امر نفس، بس قولي مين اللي معزوم؟ بص يا ستي، مبدئيا الحاج توفيق والحاجه ومحمد ومديح اختي وحبشي خطيبها وفتحي وبدريه. في حاجه حصلت كده عايزه اقول لك عليها. ايه اللي حصل؟ لا عايزين نتكلم جد بقى. جد دمنا هيبقى تقيل. احنا مجربناش الجد عشان نعرف دمنا هيبقى تقيل ولا خفيف. طب ايه اللي حصل كده؟ لا مش للدرجه دي، مش جد. ولد يوم الفرح في احساس كده جالي، انا هقول لك عليه وانت قول لي صح ولا غلط. قولي قولي قولي، دي فرصه راح يعرف احساسك. لما جه اخوك فتحي يبارك لنا وكان معاه طنط بدريه. بس 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 انت قلت لها كده؟ قلت ايه؟ طنط بدريه. اه غلط. هو ده اللي انت كنت عايزه تقولهولي؟ ها اه غلط صح. يا مالك؟ طبعا وشها اتقلب بعد الجمله دي صح؟ اه ما هو انا عشان كده حاسه ان انا قلت حاجه غلط. كده تبقى اتحلت، واتحلت على ايديك كمان، وانا جوزك وانت مراتي، يعني في الاخر الفضل هيرجع لي. انا مش فاهمه حاجه خالص، يعني انا اعمل ايه؟ اعملي اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. سميحه اهلا يا نانا. اهلا بيكي يا اختي. ازيك يا احمد؟ ايوه كده، انا قلت نسيتك. لا ما اقدرش. اما مالكيش حق يا سميحه. كده برضو يا نانا، يعني ارجع؟ لا يا حبيبتي مش قصدي، بس في واحدة تخرج بعد صباحيتها بيومين. وحشين يا نينا، قلت اجي اشوف. ان شاء الله ما تشوفي وحش. بدريه جوه، ادخلي سلمي عليها. حاضر. مساء الخير يا قمر. عارفه انا اول ما شفتك يا بدريه، واسمحي لي كده اقول لك بدريه من غير القاب، عارفه ليه؟ ليه بقى؟ عشان حسيت اننا سن بعض، ويمكن انتي اصغر كمان، واتمنيت لو جبت بنوته تبقى شبهك واسميها على اسمك كمان. تعالي يا بنت في حضني. انا جاي اعزمك على الغدا عندنا بكره. من عينيا يا اختي والنبي عسل. ايه الحكايه؟ ايه الحب ده كله؟ انا ابن جنيه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. والبحر ده كله مين اللي هياكل؟ كل بألف هنا وشفا حاج، وعوم كمان. الله يهنيك، وانا عايز اعوم بس مش عارف ابدا منين ولا منين. يا سيدي يا سيدي، انا اقول لك تبدا ازاي. ابدا ازازه كده. ماشي. وكابوريايا. نعم يا عم احمد. وهتيجي لوحدها. عم حبشي. قول يا معلم. الله 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 الله. ايه؟ المرة دي بصيت على مرات مين؟ قول لي صحيح. ايه؟ هو انت لما شفتني وانا ببص على حسنية كنت طالع تقول لابويا؟ يا خسارة. انا كنت فاكرك انصح من كده. اسمع بيت كلامي بس. اتفضل. ولا كنت جاي تبص على حبيبتي القلب مديحة؟ لا هو بصراحة انتوا كنتوا بتعملوا منبار حلو قوي. نفسي اعرف انتوا بتوشوشوا بعض في ايه بالظبط. اقول لك يا حاج، المشوي ده بقى يا احمد قايل في الاكل. اسكت بقى، ما صدقنا خلاها رسمي. مديحة وراك.